وحياة أحمد فؤاد نجم السرية والغنية والمتعددة والكثيرة نحن نقول إنها كانت أجمل قصائده. لا يعني هذا أننا نقلل من قيمة شعر أحمد فؤاد نجم هذا الشاعر الكبير الذي احتل مكانه في ديوان الشعر المصري والعربي. الخط ده خطي، الخط ده خطي، والكلمة دي ليا، غطي الورق غطي بالدمع يعني، شط الزيتون شطي، والأرض عربية نسيمها أنفاسي وترابها من ناسي، وإن كنت أنا ناسي ما حتنسانيش هي. الخط ده خطي والكلمة دي ليا. صوت الشاعر أحمد فؤاد نجم نستعيده بصوت الشاعر الأستاذ أشرف عامر. يا شعبان مش مسموح تتكلم تاني. مساء الخير. لا أحد يستطيع أن يستعيد صوت الشاعر أحمد فؤاد نجم. والعجيب أن صديقنا الشاعر سماع عبد الله أنا فاتح على الخط ده خطي، فهو قال الجزء الأول منها: أنا في الإطلالة الأولى على شعر نجم هقول مجموعة صغيرة قصائد قصيرة لنجم متنوعة باعتقادي بتلم العالم. الخط ده خطي والكلمة دي ليا، غطي الورق غطي بالدمع يعني، شط الزيتون شطي، والأرض عربية نسيمها أنفاسي، شط الزيتون شطي، والأرض عربية نسيمها من ناسي، وإن رحت أنا ناسي ما حتنسانيش هي. والخط ده خطي والكلمة دي ليا، لا اكتب على عيني يحرم عليك النوم واحبس ضيا عيني بدموعي طول اليوم قبل الوفا بديني، زي الصلاة والصوم والدين في عرف الحر، والدين في عرف الحر هم ومزلة ومر، وشجون تصون وتجر أحزان مخبية. والخط ده خطي والكلمة دي ليا، لاكتب على كفي والحبر من دمي، يا همتي كفي يا عزوتي ضمي، أول ما حنوفي بالوعد حنسمي باسم اللي ماتوا صغار في المدرسة والدار والمصنع اللي انهار فوق الصنايعية. والخط ده خطي والكلمة دي ليا. بالنكتالوجيا والحداقة والتكنولوجيا والتاريخ هجم الزناتي على الخواجة ولبسوا العمة بصاروخ، جد عليوة باد مقير كل عام فانتم بخير. قل أعوذ مد بوزو الجبان ابن الجبانة كالغدانة، أملأنا شعب طيب كالعشانة. الحمام الإمري صبح على البناتي، قابل الصبح المنور بالأغاني والمعاني الحلوة، رنت في الخميلة الصحية غنت، والقلوب القاسية حنت للأماني. كنت فين يا فجر غايب، كنت فين
والسؤال في عينيا دايب دمعتين، والساعات في الليل طويلة عالسهاري في الخميلة، والأغاني كل ليلة، الأغاني كل ليلة ولسه تاني. الغرام في القلب سارح والهوى طارح معزة، والحنين للقلب بارح والنوى جارح يا عزة. الغرام في الدم سارح والهوى طارح معزة، والحنين للقلب بارح والنوى جارح يا عزة. يا ابتسامة فجر هلت بددت ليلي الحزين، يا ندى الصبح اللي سأسأ فوق خدودي الدبلانين. بل شوقهم صح لون الورد فوقهم، كل خد واشمله كل خد واشمله وردة، مين يدقهم غيرك انتي ومين سواك يا غيرك انتي ومين سواك يا حياتي يا ملاكي يا نسيم الحب. لما هب هز القلب هزة يا هوى الأحلام يا عزة. شكرا. كل ما تهل البشاير من يناير كل عام، يدخل النور الزنازن يطرد الخوف والظلام. يا نسيم السجن ميل عالشجر وارمي السلام، زهر النوار وعشش في الزنازين الحمام. من سكون السجن صوتي بيقولولك يا حبيبتي سلميلي عالحبايب، كل حب وله نصيبه من سلامي. البيت الشعري لأحمد فؤاد نجم كان ينقسم إلى شطرين رئيسيين، شطر له علاقة بالعروض والتفعيلات، وشطر له علاقة بالغناء والفنون والتجربة الفنية التي خاضها أحمد فؤاد نجم، من أهم وأكثر التجارب تميزا في تاريخنا الحديث. من أبناء أحمد فؤاد نجم الذين صاروا من أصدقائه الشاعر الأستاذ محمود الشاذلي الذي يكتب إليه هذه القصيدة. مساء الخير. تعيشوا وتفتكروا الغاليين علينا دايما اللي عمالين نفقدهم يوم ورا يوم. لو حبيت اتكلم عن ذكرياتي مع نجم والشيخ امام هحتاج ليالي ملهاش عدد عشان اوفيهم حقهم. انا اعرف الشيخ امام من قبل الشيخ امام ما يعرف نجم، لاني انا من مواليد حي الضرب الاحمر، كنت جار للشيخ امام وكان صديق والدي، كنت طفل صغير. اما كان قبل ما يغني كان بيغني حاجات زكريا احمد وسيد درويش والحاجات الموشحات العربيه الجميله دي، قبل ما يعرف نجم. لو حبيت اتذكر عن مواقف نجم اللي ليها دلاله معينه وغالي علينا، هتذكر موقفين اتنين. اولهم كان فيه وفد من المانيا من احد التلفزيونات هناك جايين عايزين يسجلوا مع الشيخ امام عيسى ومع نجم، يدوروا على نجم، نجم مش موجود. نزلوا على القهوة اللي تحت يدوروا عليه، مش موجود عند اصحابه، مش موجود. قلت لهم انا عارف مكانه وانا اللي هجيبه. كان نجم بيحب حاجتين اتنين يعشقهم عشق زي عشقه للشعر، كرة القدم والكوتشينة. ف
فكان نجم في الوقت ده في احد الحواري بتاعت حوش ادم عند سيدي يحيى، جامع سيدي يحيى اللي هناك، بيلعب كورة مع فريق هناك. رحت له ولقيته مشمر الجلابية وحافي وبيلعب كورة. يا عم نجم، في وفد جاي من ألمانيا وعايز يسجل معاك. قال لي اسكت وابعد، انا مغلوب ومش همشي الا ما اخد بطاري. وفعلا مرضيش يطلع، والناس كانوا حيمشوا الا فعلا ما خد بطاره وغلب الفريق اللي كان بيلعبه، وبعدين طلع علشان يسجل مع الناس اللي جايين من بره دول. الموقف الثاني، رحت وكان قاعدين الشيخ امام ونجم، وكان شاعر الصديق نجيب شاب الدين كان موجود، ومحمد علي، وفي واحد كان فنان تشكيلي تلقائي كده، شخص جميل اسمه محمود اللبان، كان موجود قاعد معاه. ونجم قاعد بيلعب كوتشينة مع احد الاصدقاء. انتوا قاعدين هنا، انا بقول انتوا قاعدين هنا مش دريانين باللي بيحصل في الضرب الاحمر. ايه اللي بيحصل؟ في عامل كان اتقبض عليه في نقطة شرطة المتولي في الضرب الاحمر، وعذبوه لغاية ما مات في ايديهم. اهله خدوا بالخبر، وجيرانه واهل الحي، وقاموا على الاسم، كسروه دغدغوه وحرقوه. ابتدت بقى الامن المركزي جه وشعللة الحي كله. فبقول لهم انت قاعدين هنا مش دارين باللي بيحصل؟ راح قالب الترابيزة على اللي بيلعبوا كوتشينة، قال لي فين يا واد؟ قلت له عند حارة قدام النقطة على طول، في حارة الروم. قال يلا بينا، ساب الكوتشينة اللي بيعشقها زي عينيه، وقام ورحنا وشاركنا في الضرب. وأول مرة أتعلم منه إزاي أخد القنبلة مسيلة للدموع من الأرض من قبل ما تنفجر وأحدفها على الجانب الثاني. دول موقفين من المواقف اللي حبيت أحكي عن علاقتي بأحمد فؤاد نجم الصديق الجميل العزيز الحبيب، مش هتخلص الليالي. بعد وفاته كتبت هذه القصيدة، ولسه في الميادين غليان بأشعارك. منين شروق بذرتك يا فجومي من يومك؟ وفجومي يعني أمير على منظرة ذاتك وغفير ملذاتك، مع إن حرد طلتك من طقطقات الألم تلعب في شبر ونص. منين عصارة نطفتك يا جدع لما جلال البدع ميل على حوش أدم ورص تعميرة؟ واشوش هواك الودع قالك تصر الغنى في بؤجتين حملين من الدلع والوجع، تقولش هوجة عجل على سكة من سفلتة، ولا دي شمسة شتا تطلق دمانا في العروق صواريخ، والخول مولانا إمام صباباتك من شتلتك تمرتك صباط على نخلته رطبتها بصنعتك، وعشقتها وسكنتك صحرة لأهل التيه زراعية لعيالك. يا أحلى ملوة عسل خزنة في قلوب الناس، نادر تقولي خلاص ريحت من عالراس رحاية الأيام، وانت اللي يوم ورا يوم مدور المطرح وكاشف المجرح، وإمام بكروانه سهران ينادي الشوف على عوده ألحانه، صباح الخير على الورد اللي بيفتح، صباح يطلع يجمعنا نصلي بعشق ونسبح. أبو النجوم، أبو النجوم ما تقوم
يفاجئهم أيامك، ملوش لزوم النوم في عز صحيانك. بطل دلع يا جدع، ده الموت يخاف منك، ولا خطوة منه تدوس على طرف عتباتك. اركب براق قولك، لسه القلق صياد، ولسه صرخة مخاض بتعض في الملايين، ولسه في الميادين غليان بأشعارك. شكرا. شكرا الشاعر الأستاذ محمود الشاذلي. جيفارا مات، آخر خبر في الراديوهات وفي الكنايس والجوامع والحواري والشوارع، وتمد حيل الدردشة والتعليقات، وتمد حبل الدردشة والتعليقات. مات المناضل المثال، يميت خسارة على الرجال. مات الجدع فوق مدفعه جوه الغابات، جسد نضاله بمصرعه ومن سكات. لا طبالين يفرقعوا ولا إعلانات، جيفارا مات. كلمة الشاعر الكبير الأستاذ محمد إبراهيم أبو سنة. سيدات والسادة، أسعد الله مساءكم. ها هي إطلالة الحياة الثقافية، خاصة لجنة الشعر، على عالم يموج بالوطنية والثورية والفن الجميل. إطلالة عالم لم يكن يعرف أن أحمد فؤاد نجم بهذا الحجم والحضور في الوجدان الشعبي والوجدان المصري والوجدان الوطني. أحمد فؤاد نجم شاعر السليقة، وشاعر الفطرة، وشاعر الحرية، وشاعر الشجاعة والصدق. عرفته منذ زمن طويل، ربما كان أول لقاء لنا في مقهى ريش في عام 1966، وبهرني بهذا الحضور الطاغي لشخصية ليس لها حدود. وتابعته في مواقف كثيرة، وقرأت كثيرا من قصائده في الصحف والمجلات وبعض الدواوين، ودعيت مرة للاشتراك معه في ندوة من الندوات، وقالوا لي إنك ستكون شريكا لأحمد فؤاد نجم، واعترضت اعتراضا شديدا، وقلت سأحضر لأستمع إلى نجم ولكن لن أشاركه هذه الأمسية. وذهبت فعلا، وإذا به وكان يجلس على المنصة يقول لي تفضل لتجلس معي. قلت له لا، أنا جئت لأستمع إليك، لأننا مختلفان في اللغة وفي التوجه وفي القراءة الشعرية. وفعلا في هذه الليلة استمتعت استمتاعا لم أحس به من قبل، لأن أحمد فؤاد نجم في واقع الأمر كان طليقا كالريح، وكان بسيطا كالأطفال، وكان حرا كالأبطال. عرفت أحمد فؤاد نجم في شعره، فإذا به هذا المركب الغريب من الفطرة والبراعة،
البراعة تحتاج إلى تأمل من الشاعر وثقافة، ولكن فطرة أحمد فؤاد نجم كانت فطرة تخترع لغة مختلفة، تخترع جملة مثيرة، تخترع إضافة لهذا التراث الشعري الذي ينهمر في فولكلورنا وتراثنا الشعبي منذ بدايات القرن وحتى الآن. وأحمد فؤاد نجم سيظل باقيا حاضرا في تاريخ الشعر العربي، لأنه يمثل كما قلت إضافة لهذا الشعر الذي يلمع في الوجدان من خلال أشعار بيرم التونسي وصلاح جاهين وفؤاد حداد وكثيرون من سيد حجاب وعبد الرحمن الأبنودي وفؤاد قاعود. هؤلاء الشعراء الذين عرفتهم جميعا واقتربت منهم جميعا وأحببتهم جميعا، ولكن يظل أحمد فؤاد نجم له مذاقه الخاص وله خصوصية اللغة وخصوصية التعبير وخصوصية القضية. أحمد فؤاد نجم كان يتحرك في الشارع ليمتص هذا العبق، العبق الوطني والإنساني والثوري، ثم يلقيه علينا بعد ذلك ببراعة نادرة. أعرف أنكم تحفظون له كثيرا من الشعر، ولكن أنا أحتفظ له ببعض المواقف، فقد استضافني مرة في برنامج له في دريم 2، برنامج اسمه حبايبنا، وكنا نتحدث عن أحمد رامي، وإذا به يطغى بحضوره علينا جميعا ليقرأ لنا قصائده هو في هذا البرنامج. كان في واقع الأمر حالة شعرية وحالة إنسانية وحالة اجتماعية، واسمحوا لي أن أقول اعترافا أنني في هذه الحلقة، حلقة أحمد رامي، وفي هذه الليلة اكتشفت أن أحمد فؤاد نجم كان مثقفا ثقافة عميقة، بل وثقافة عربية فصيحة، وكان أحمد فؤاد نجم يحفظ كثيرا من الشعر الرائع العربي ويعرف تاريخ الشعراء بالتفصيل. فاجأني أحمد فؤاد نجم متصور أنه يعيش حياته بكثير من الحرية وكثير من عدم الارتباط وكثير من إهدار الوقت، وأنه لا يقرأ كثيرا، وإذا به يعرف تفاصيل حياة الشعراء ويعرف تفاصيل كتاباتهم وقصائدهم. الشعراء الفصحى، كان أحمد فؤاد نجم على صلة قوية بشعراء الفصحى، لأنه في واقع الأمر كان يتشكل من ذكائه الخارق، كان يشكل وجدانه بذكاء خارق وبهذه السياحة اليومية في حركة الوجود المصري، ابتداء من حركة السياسة إلى حركة الطلاب إلى حركة الحياة اليومية العادية. واستطاع أحمد فؤاد نجم أن يسجل اسمه في تاريخ الشعر العربي بصرف النظر عن هذه اللغة التي يكتب بها، وهي لغة في رأيي تمزج بين الطرائف الفلكلورية والبراعة الفنية،
ففؤاد أحمد فؤاد نجم حالة متفردة في الشعر المصري والشعر العربي، ولعلنا لا نندهش حين نرى أن فتوة هذه اللغة التي استطاع أن يعبر ويبدع بها قد اخترقت الحواجز اللغوية ليصل إلى العالم العربي بأسره ويؤثر في المثقفين سواء كانوا في مصر أو في سوريا أو في الجزائر أو في غيرها. لماذا؟ في رأيي لأن الصدق الفني والصدق الشعوري والملامسة اليومية للقضايا الكبرى لهذا الوطن هي التي منحت أحمد فؤاد نجم هذه القدرة على التأثير في الوجدان القومي، ليس الوجدان القومي المصري فقط بل الوجدان العربي من المحيط إلى الخليج. تحية لكم، ورحم الله أحمد فؤاد نجم. مات الرجل ولكن بقي الشعر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.